دراسة أخرى أهم بعد بحث طلع في الأنالز في إنترنال ميديسن في سويسرا، قارنوا 30,000 امرأة أخذت إنفلونزا مع 29,000 امرأة ما أخذت الإنفلونزا، شافوا أولادهم إذا نسبة التوحد بالأولاد، فلقوا أن 1.1% من الأمهات اللي أخذوا مرض الإنفلونزا يابوا أولاد فيهم توحد، وهم بعد لقوا 1.1% من الأمهات اللي ما أخذوا الإنفلونزا صار فيهم مرض التوحد، فمعناتها يعني الإنفلونزا ما لها علاقة في مرض التوحد.